أنا بعدني ما فهمت اللي تريد توصله من مقدمتك هذه. إيمان، اللي لازم تعرفيه أني أنا معجب بك من أول لحظة شفتك فيها، وعلى هذا الأساس أنا أطلبك للزواج على سنة الله ورسوله. صدقيني يا إيمان، أنا ما بيش تتسرعي في الجواب، فكري على أقل من مهلك، ولما أرجع بالسفر إن شاء الله جاوبيني. إيمان، لو وافقتي على هذا الزواج أكون في قمة السعادة، ونتزوج أول ما نوصل مسقط، وبعدين اختاري المكان اللي يعجبك، نلف العالم كله علشان نقضي أجمل وأحلى شهر عسل. إيمان، أرجوكي فكري بجد مثل ما أنا جد. أرجوكي يا إيمان. إيمان، إيمان، ألو 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 ألو، مدام ذا لانش از ريدي. شيلي الاكل، انا تغديت برا.
الو، ايوه عبد العزيز، انا معك على طول. والله انا بصراحه مستغرب من هذه الحرمه، كيف شغلتك في شركتها وانت حتى ما تعرف تغسل المواعين زين. ماجد، بس انا اشتغل في الشركه موظف، ما اغسل صحون، واعتقد ان في فرق بين الوظيفتين. بس تعرف ان انت محظوظ يا غسان، ولا مين في هذه الايام بيحصل وظيفه بهذه السهوله بعد؟ واي وظيفه بعد؟ منسق ما كذاك وبس، بدون شهادات واي مؤهلات غير الثانويه العامه اللي تارسه البيوت هالايام. عمرها الوظيفه ما تدور على الموظف، لازم الموظف هو اللي يسعى للوظيفه، ولا انا غلطان يا غسان؟ تعرف يا ماجد، لاول مره اكتشف انك انت فيلسوف. يا اخوي، ظروف الحياه تخليك تكون اي شيء ما بس فيلسوف. وبعدين يا اخي من حسن حظكم اني موجود معكم. مشكور يا طالب. العفو يا ابو. ما دام انك اشتغلت يا غسان لازم تبلغ اهلك، لانك صار لك مده ما كلمتهم ولا اتصلت فيهم ولا عندهم اي خبر عنك. انا ان شاء الله رايح يوم الخميس البلد، لان انا اشتقت لهم بالفعل. بس الظروف صعبه شويه يا سليمان، مثل ما انت عارف. اعمل حسابك من الحين انك تروح لهم وما تشيل هم اي شيء يا غسان، خليهم يشوفوك واتمنوا عليك على الاقل. بس ايش من التفكير يا حفيظه، هذه عاد ما صارت من يوم راح ولدش غسان مسقط وانت على هذه الحاله. الى متى بتتم كذاك؟ الين ما اشوف ولدي غسان. بس هذا ما زين عشان صحتك يا امي، عاد الاكل وما تاكلي زين وشكلك كل يوم يتغير، هذا ما زين اللي جالسه تسويه في نفسك. هذا كلام ولدش الصغير، وانا عاد ما ازيدش ولا كلمه على اللي قاله حسان. يعني ايش تريدوني اسوي؟ هذا الشيء اللي انا فيه غصبا عني، ما بايدي، لكن بعد ولدي عني هو اللي وصلني لهذه الحاله. يا حفيظه، اذا غسان ما راح اليوم مسقط اكيد بيجيه يوم من الايام بيروح. غسان من يوم راح ونحن ما نعرف عنه اي شيء، ولا نعرف اذا كان حصل على وظيفه ولا لا. أنا هو هذا الشيء اللي مضايقني، إني ما أعرف شيء عن ولدي. أنا تقريبا متأكد إنه غسان راح يجي هذا الأسبوع يا أبوي، لكن إيش يا حسان؟ اتكلم، تعرف شيء عن أخوك وما تريد تخبرنا عنه؟ لا يا أمي، لا يروح تفكيرش بعيد. عقب إيش السالفة يا حسان؟ تكلم بصراحة يا أبوي، أنا خايف من مرشد، لا يطردنا من بيتنا يا أبوي. أنت إيش تريد تقول يا حسان؟ بغيت أقول يعني لو إيش هناك يا حسان؟ مالك سكت؟ بغيت أقول يا أبوي إنه أنا لازم بعد لازم أشتغل وأساعدك. إن شاء الله ما تشوف شر يا مرشد. أحسنت، جزاكم الله خير، ما قصرتوا. يلا مع السلامة. مع السلامة، حياكم الله. ما لا أوف، سئرة بلا ردة. أنا مستغرب من هذه الناس، ما أعرف إيش فيهم. وإيش فيهم بعد؟ كي هم من أحسانهم إنهم جايين يزوروك وتطمنوا عليك؟ أذيوني، ما دخل علي احد ولا قال لي سير بلغ الشرطة. اهم يخصهم، انا المضروب ولا هم؟ والله عندهم حق يا عمي، نحن من البداية قلنا لك كان المفروض تبلغ الشرطة لكنك رفضت. ابلغ عن من بس يا فاطمة؟ انا اللي ضربني ما عرفه ولا حتى شفته. لكن الشرطة عندهم طرقهم الخاصة اللي ممكن يجيبوه ويعرفوه،
إلا إذا كان شيء ثاني هناك يا مرشد، وإحنا ما نعرفها. شيء ثاني؟ يعني إيش يا زكية شيء ثاني؟ يعني يمكن تعرف الشخص اللي ضربك وما راضي تبلغ عنه لسبب أنت تعرفه يا مرشد. معقولة؟ معقولة أن عمي مرشد يعرف الشخص اللي ضربه ويمكن يريد قتله ويسكت عنه؟ بصراحة هذا كلام ما منطقي. قولي هذا الكلام لأمك يا فاطمة، هذه أحيانا تقول كلام من غير ما تحسب حسابه، ولا أنت شاكة أن حد مسوينها؟ لا شاكة ولا عندي خبر. ما أنت اللي دائما تقول عندك خصوم كثيرة وخاصة في السوق؟ ما ممكن واحد من خصومك هو اللي سواها وهرب؟ أي والله صحيح، معك حق يا زكية، أنا دائما أختلف مع التجار في السوق وخاصة في مسألة الأراضي هذه. أنا الله يسلمك من يوم حصل لي 3 أراضي قطع سكنية، لكن هناك 3 من الحساد كان طمعانين في هاي 3 القطع هذه، وحاولوا يغروا البايع ويزيدوه في السعر، لكن بأمانة هذا الشخص ما رضى بالزيادة، لأنه صار بيني وبينه ربط في الكلام. وبعدين يا الله يا الله يا الله، أحس راسي بينفجر من شدة الوجع. خلي عنك أنت دو راسك، كمل السالفة، كمل كمل. حاضر يا زكية حاضر. زين سمعي يعني. يا تقرف عيونش بالدموع يا بنتي، الماي فتت الصخر ويهد الجبال، كيف عاد عيونش انتي؟ الدمع اللي تذرفيها الحير يا بنتي ضخريها، يمكن تحتاجيها بعدين. بس اشبك يا بنتي، بس اش، لا تبكي. انا خايفة يا ابوي، خايفة. من ايش خايفة يا بنتي؟ لا تنطفي شمعة حياتك واكون انا السبب. ايش يعني؟ الناس برا يدوروا على اللي ضرب مرشد سيحلى دمه علشان يبلغوا على الشرطة، وما حد يتوقع اللي سواها انه موجود هنا داخل هالبيت. من تعني؟ أنا يا أبوي أنا، وأنا مستعدة أعترف للشرطة والناس. لا يا بنتي لا، لا تغلطي نفسك، أنا اللي ضربته. لا يا أبوي لا، لا تقول مثل هذا الكلام، ما أنت اللي ضربت مرشد، أنا اللي ضربته وأنا اللي سكرت الباب في وجهه. أنت ما تتعدى على حد، وأنا كنت أريد أقتل مرشد بعد ما سمعني ذاك الكلام. أنا عارف إيش اللي سويته زين، ما يحتاج تخبريني. يا ابوي انت ما عارف شيء ابدا، خليني اقول لك باللي صار. بعد ما خرجت لصلاة الفجر سمعت الجرس، افتكرت انت نسيت شيء، تورت في الغرفة شفت مصباحك، قلت اكيد انك راجع تاخذه، جيت افتح لك الباب، لكني لما شفت مرشد خفت منه، كانت عيونه تقول اشياء كثيرة، وقفت اتكلم معه، جلست أتكلم كثير وكثير، بدأت أخاف أكثر، حسيت أنه كان يريد يدخل البيت بالقوة، فسكرت الباب بكل قوتي في وجهه، والظاهر أن الضربة أثرت فيه وطيحته في الأرض وسال الدم منه. أقول ليش أنا اللي ضربته من غير ما يشوفني؟ أنت ليش ما تريد تصدقني؟ ليش تريد تشيل همي وحدك؟ لأن أنت ما إليش ذنب اللي استوى عن اللي سويته في مرشدوه، ويا ليت الضربة تجيب نتيجة معها الآفة. كيف أنت ضربته وأنت كنت طالع راح تصلي؟ أنا بقول ليش كيف.
أنا مستعد أعترف للشرطة باللي سويته. ما كان لازم يمس شعره من شعر راسش، كنت لازم أقطع قطعة قطعة وارميه للكلاب. اللي مثل مرشدوه ما كان لازم يعيش، كان لازم يموت على إيدي أنا. أرجوك يا أبوي أرجوك لا تقول مثل هذا الكلام، أنا ما أقدر أعيش من غيرك. خلاص يا أبوي خلاص. لا لا لا، سامحيني بنتي، سامحيني، ما كان لازم أخليك تعيش وحش. أكيد هذه الشرطة جايين وعرفوا أنا اللي هي. لا يا أبوي لا لا يمكن، أنا ما أخليك تروح معهم، لا يمكن تطلع، لا يمكن لا يمكن. هذا عمي، أنا بروح بفتح الباب، بس أرجوك أرجوك لا تقول له شيء زين، أرجوك. السلام عليكم خميس. عليكم السلام، مرحبا سيف. مالك ايش فيك يا اخوي؟ ايش فيك انت وبنتك؟ هذه من يوم فتحت الباب وانا حاسس انها شايله هموم الدنيا على راسها. خير؟ ما في شيء يا عمي ما في شيء، ابوي كان نايم وانا حاسب شويه صداع. عموما انا مار عليك نروح مشوار وبعدين نمر المسجد. مشوار وين؟ نمر على مرشد نتشكر له بالسلامه. مرشد؟ مالك مستغرب كذاك؟ ولا انت تريد الشك يحوم حولك في اللي ضرب مرشد؟ يا خميس المسألة بعدها ما انتهت. هي بس يا من غير بس ما بس يا جماعة الخير، يلا توكلنا على الله. يعني هذا شهرك؟ انا اشوف ان هذا هو عين الصواب. ما دام هذا شهرك توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرشد. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تشوف شر إن شاء الله يا مرشد، ما تشوف شر. الله يسلمك يا أبو غسان، ما توقعت اني اشوفك او انك تجي تسأل عني. العموم مشكورين، احنا بصراحة قاصدين نسير لك البيت ونطمن عليك. ما دام انك بخير الحمد لله على كل حال، احنا عقب نستأذن. بس قبل لا تروحوا
بغيت أقول لك يا سيف إن الجبل بيبقى جبل، ما تأثر فيه شوية هواء، حتى لو جات ريح قوية ما بتشل منه غير شوية غبار، لكن بيبقى جبل مثل ما قلت لك يا سيف. واللي يريد ياكل رطب ما يخاف من شوك النخلة، وكأن شيء ما صار ولا استوى. واللي يريد العسل لازم يواجه النحل، وانا تراني بعدني اريد العسل، اريده. الله اكبر على الظالم. غسان، فانت باليوم رايح راح تداوم على هذا المكتب، والان السفوزيه راح تدربك على الشغل. بس عاد كل الاوامر والتوجيهات راح تتلقاها مني انا شخصيا. تعرف معنى هذا الكلام؟ معناه اني ما اتلقى اي اوامر من اي شخص كان الا منك انت وبس. احسنت، هذا هو المطلوب. الآن سلم تشرحين أساسيات العمل لغسان، بس الأشياء الرئيسية خليها علي أنا. غسان، ممكن تينا شوي المكتب؟ حاضر سامة. ألو، حيل مثل ما وصيتك يا غسان، أريدك دائما تخلصني من عبد العزيز بن إبراهيم، لأني ما طايق أشوفه ولا أسمع صوته، ويا ريت لو قدرت تمنع دخوله من الشركة فبتكون سويت فيني معروف كبير. ولا يهمك أستاذة، إن شاء الله. تقدر الحين تروح المكتب وتتعلم الشغل من فوزية. طيب، عن إذنك. لا، هذا الخام بدأ يتشكل. ها غسان، ايش كانت تريد منك الأستاذة سميرة؟ أنا سفوزية، وبعدين معلش بتظلي تحققي معاي كل ما طلعت وخرجت من عند الأستاذة سميرة؟ أنا آسف، أنا ما قصدي أصارخ عليش، بس أنت عاد الله يهداش زودتيها شوي. فوزية، أنا مقدر الظرف اللي أنت فيه، وعارف إنك كنت الكل في الكل هنا في الشركة، وأنت بعدك مثل ما أنت منسقة المكتب والمسؤولة الوحيدة عنه. أنا مجرد متدرب، يعني أنت بعدك على حالتك السابقة. أنت تحاول تواسيني يا غسان، لكن أنا أحس إن الأستاذة سميرة بالفعل هي جالسة تجردني من طبيعة عمل الحقيقية، تقربك أنت أكثر، بالرغم أني ما ارتكبت أي خطأ من يوم ما اشتغلت هنا، لكن إيش أقول، بس حسبي الله ونعم الوكيل، والله يجازي اللي كان السبب. فوزية، نحن ممكن نتعاون ونكون شخص واحد في العمل عشان تحافظ على مكانتك مع الأستاذة سميرة واثبت وجودي أنا في العمل، شو رأيك؟ وأنا ما عندي مانع. زين، الحين أريدك تكلميني عن عبد العزيز بن إبراهيم، مين هو وإيش يريد من الأستاذة سميرة؟ سلمى، يا سلمى، وين عمي؟ أبوي نايم في الغرفة. خير يا كبيرة،
وش اللي مضايقنش ومزعلنش ومخلينش تبكي كذاك؟ متضايقة يا حسان، متضايقة حسب إرهاق حسب ضيق. إيش فيك يا حسان؟ ليش ما تدخل؟ بصراحة أنا جاي عشان أتكلم معاش، وأنا بعد تعبان ومحتاج حد يسمعني. عفا عليك يا حسان، قول إيش عندك وأنا أسمعك. ما أحسن لو نطلع صوب المزرعة شوية ونتكلم هناك أحسن من جلسة البيت هذه؟ أنت شايف كذاك ولا إنك مستحي؟ تراني قلت لك أبوي نايم في الغرفة. وفي حد يستحي من أختي الكبيرة يا كبيرة؟ تراني ما طلبت منك تدخل إلا لأني أعتبرك مثل أخوي الصغير. وعلشان أسألك عن غسان، هو ما في أخبار عن غسان؟ ماشي عنا أخبار لحد الحين. يلا نطلع من هنا لأني أريد أكلمش في أكثر من موضوع. خير يا حسان، يلا نحن طالعين نتكلم. ها متى ناوي تتكلم يا حسان الموضوع اللي جاي علشانه؟ بعدين من يوم ما طلعنا من البيت وانت ساكت. انا قلت لك يا كبيرة اني اريدش في اكثر من موضوع، لكن ما اعرف من وين ابدأ وكيف ابدأ. المهم انك تبدأ يا حسان، ولا اقول لك ابدأ بالاسهل فيهم. على كل حال الموضوع اللي جاي اكلمش عنه يعتبر سر تقريبا، وما حد يعرف شيء عنه، والمواضيع الباقية مرتبطة ببعضها. ترى بدأت تخوفني يا حسان، قول لي عندك بسرعة وخلصني. الموضوع الأول إنه أريد تساعديني في المذاكرة في السنة الدراسية الجديدة. وأنا طول عمري أذاكر لك وأشرح لك دروسك، فإيش الجديد في هذا؟ الجديد الله يسلمش إني أريد أترك الدراسة النظامية وأبدأ في الفترة المسائية. إيش؟ من غير ما تندهشي أو تعصبي يا سلمى، أنا كلمت أبوي وأمي عن هذا الموضوع. إنزين ليش يا حسان؟ ولا ما تريد تقول لي السبب؟ أنا جاي عشان أخبرك السبب، لكن ما أريد حد يعرف عن الموضوع أبدا. قول يا حسان. أبوي راهن البيت والمزرعة لمرشد، والحين هو ما قادر يدفع اللي عليه ويسترجعهم. أنت من قال لك هذا الكلام؟ أبوي بنفسه، وعشان كذا غسان راح مسقط يدور له على شغل، وأنا بعد أريد أترك الدراسة وأشتغل لنفس السبب. أنا أول مرة أعرف شيء عن هذا الموضوع. أبوي كان متكتم عليه وما يريد حد يعرف عنه شيء. بس أنا أريد أعرف كل التفاصيل، ومنك أنت يا حسان. وعلشان كذاك أنا جيت أخبرك يا كبيرة وأخليش في الصورة عشان تفكري معانا. الحين بدأ لغز علاقة أبوي ومرشد يوضح أكثر وتبين الحقيقة. أكيد سالفة أبوي ما تقل عن سالفة عمي سيف مع مرشد، ويبقى نفس السؤال، لو أبوي راهن بيته ومزرعته لمرشد وين يكون ودى الفلوس؟ أو إيش سوى فيهن؟ في هذا الموضوع شيء غامض، ما حد يقدر يزيل هالغموض غير أبوي، وأنا أعرف كيف أخليه يخبرني عن كل شيء. لا يا بنتي لا، الكلام اللي جالسة تقولي ما صحيح. صحيح يا أبوي صحيح، أنت راهن البيت والمزرعة المرشد، علشان كذا هو يهددك يا أنك ترد اللي عليك أو أنه يتزوجني. يا بنت الحلال قلت لك ألف مرة إن الكلام هذا ما صحيح، إيش قاعدة تقول أنتي؟ شو هالكلام ما صحيح؟ ما عطتني ظهرك، واجهتني وتقول إيش هو الصحيح؟ من هذا اللي جالس يتلس راسش بهالكلام اللي ما إله معنى البر؟ الحين لا تسألني جاوبني وبس، صحيح أنت راهن البيت والمزرعة المرشد؟ أكيد أكيد مرشد هو اللي قالش هالكلام، وإيش قالش بعد؟ مرشد ما قال لي شيء ولا سبق إني أنا تكلمت معه في هالموضوع، وما بيني وبينه غير السلام والاحترام. عجب من قالش؟ انت الحين هم منك من اللي قالي علشان ما اشيل هم معك وتعيش لوحدك؟ انت ليش ما تريدني اشاركك همومك؟ يا مسألتك ايش فيك؟ ايش اللي مضايقنك لكنك ما ترضى تقول؟ مثل ما انت الحين تتهرب مني. يا ابوي انا اريد اعرف الحقيقة، اريد اعرفها منك انت وبس.
أي حقيقة للدوري عليها يا بنتي؟ أما صحيح أنه ما عندي سالفة. أرجوك يا أبوي لا تخليني أروح المرشد واضطرني أسأله إيش اللي بنت. لا يا بنتي لا، كله ولا مرشد، ما أريد حد يشك إن إلش علاقة باللي صار لمرشد، خليش بعيد. هاكي ما في غير إنك تخبرني الحقيقة، هو الحين. يا أبوي أعتقد إنه جاء اليوم اللي أوقف فيه معك وأشاركك همومك وأحزانك، مثل ما كانت الوالدة تسوي الله يرحمها. اعتبر ان امي ما ماتت انها جالسه تسمعك، انا اعرف انها كانت تخفف عنك، كانت تشاركك همومك، تفرح لفرحك، تحزن لحزنك، ارجوك يا ابوي قول شيء ارجوك. انا ما رهنت البيت لمرشد إلا لما تسكرت كل الأبواب في وجهي عشان أسفر أخوي سيف للعلاج، وأنت تعرفي إن عمي سيف يعاني من مرض في القلب، ولا تنسي بعد إن عمي سيف وقف معي وقفة رجال في يوم من الأيام لما كنا باغين نسفر أمش للعلاج الله يرحمها، كان لازم أتصرف مثل ما هو تصرف وجاب الفلوس، كيف تصرف ومن وين جابهن الله أعلم، كان لازم أوقف في محنته مثل ما في يوم من الأيام وقف في محنتي وساعدني، لكني ألين اليوم ما قادر أسوي شيء في محنتي مع مرشد، والحال كل يوم يزيد همه، وعلشان كذي مرشد يساومني في الزواج منش، لكن لا لا يا بنتي لا، أنا ما أبغى أبي أعيش، أنت يا بنتي مخطوبة لولد أخوي لولد عمش لغسان، أقدر أشرب كوباية مي؟ هو أنت تملي لما تفوت على بيتنا تعطش؟ تملي لما باجي هنا ريقي بينشف، لكن إحنا مش فاتحين سبيل، اللي يسأل عطشان يبقى له ثواب كبير. تقدر تشرب من الحنفية اللي برا. وهنا عليك أشرب من الحنفية؟ أنا عاوز أشرب من إيدك أنت، لأن المية من إيدك بتبقى شربات. بالحقيقة أنا ما كنتش عاوز مية، أنا كنت عاوز إنك تروي قلبي بكلمة واحدة أسمعها منك منى حبيبتي. بعد ما يخلص الفيلم روحي نامي. اقعدي بالعافية. ليش ما بتتابع الفيلم؟ لا أحس نفسي تعبانة بروح أرتاح. إن شاء الله صباح الخير. أنتي أهلا. توقف مني واشتاق إليك وابعد عني. أيوة تفضل. لا ما عليك قصور، واضح انك مستفيد من الدورة على الاخر. ها الحمد لله يا الوالدة، واستفدت وبس، واول ما اوصل البيت دائما اطبق الشيء الجديد اللي تعلمته. الحمد لله وبك دائما كذي يا امين، مفرحني. اتمنى انك دائما تظل متفوق في دراستك. اللي تبيه من عيوني، كل شيء اللي تبيه بس اشر ان شاء الله بوفر لك اياه، بس تظل على طول متفوق في دراستك. شكرا يا الوالدة شكرا. عفوا. يلا حبيبي الحين صك الكمبيوتر ونام علشان تصحى بدري وتمصحصح وتلحق المعهد. ها خلاص اتفقنا، يلا تصبح على خير. وانت من اهل الخير. Yeah.
أمي أو يوم شفتها.